السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هذا فيديو القرار خلاز على رأيه وغضب شديد جدا بالله في مقتل ابنه المطيب أشد. هذا مظاهرات في صنعاء زي ما شايفين، تابع الفيديو لحد الاخر عشان احكي لكم القصه كلها، مش هطلع عند حد خالص، القصه كلها عندي هنا في القناه. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه. اللي ما يعرفش القصه بتاعته، القصه ديت ان هو اخترقت جسمه 150 رصاصه امام عين امه. حاشد محمد النقيب ابن مديرية حراز محافظة صنعاء اليمن لديه محل ألعاب جيم، عنده جيم، معاه مشكلة مع شابين. دي قصة كاملة مش هتلاقيها عند حد، معاه مشكلة مع شابين اشتبك معاهم بالأيدي، وواحد منهم اتصاب بجروح بعد المشكلة. عرف إن الشابين دول من أهل القاسمي، فالمهم راحوا وسطاء راحوا وذهبوا بالقضية لقسم الشرطة اللي بدورهم في اليوم التالي. ذهب أهل القاسمي بعصابتهم اللي هم 5 أشخاص على متن طقم بيحمل لوحة شرطة وسيارة أخرى وجميعهم مسلحين. عرفوا مكان الشاب ده والمنزل بتاعه في صنعاء، هجموا عليه وأطلقوا الرصاص عليه مباشرة أمام والدته وأبناء حارته. حاشت أصيبة وبعد ذلك حاول الفرار فلحقوه وأرضوه قتيلا. القضية ديت بقى قضية رأي عام في صنعاء، ربنا يا رب يرحمه ويصبر أهله. لو وصلت لحد هنا متنساش تعملنا باللايك وتشترك في القناة، ودي قصة كاملة مش هتلاقيها عند حد خالص في القنوات التانية. لو وصلت لحد هنا صلي على سيدنا محمد و اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يجيب لك الفيديو كامل بتاعه ولحظة وفاته. لازم تعمل اشتراك عشان يجيلك الفيديو كامل.